مؤيد بالآيات الباهرات العلية فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم والتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم بالدارين ببركتهم العلية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رضي الله عن أهل البدري رضي الله عن الشهداء رضي الله تسليم وأذكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات لا الحمد في كل لحظاتي ألا ما هدانا من لك الخير بالتي بكرمنا نفع علينا بأحمد نبي الهدى ماهي رضا فالأولى قفوه تدوى الفوز نال بجملة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات وما منعه منه فأرد وأهلك بأنواع تعذيب وأسنى في نقمتي وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيد دين الإله بنصرتي وجادوا بأموالي
خطبتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات وشرف منهم أهل بدر إلهنا بأنفعي أنائم وأعلى مزيتي وفي مدعيهم جاء الكتاب والسنة كفاهم لنا ناس الكتاب والسنة وصل على الهادي وآل وصحبه صلاة طمع التهلي ميرا وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمهم الله تعالى إن شهداء بدر لم يقتل منهم إلا 14 والباقون معجرون مثلهم وكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضية والحجج القاطعة وأما عددهم 13 أو 14 أو 15 و363 ألا أقوال وأما مناقبهم فكثيرة ولنورث نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم فمنها ما رضى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت إلا الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وجعله في أسكفة الباب فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه فلما صعدوا إلا إلى السطح سمعوا حديثا وقعقعت السلاح فرجعوا وعدوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا حتى جاء رجل من الحج فجاء رئيس اللصوص فقال له سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات قال ما صنعت في بيت شيء غير أني كتبت قوله تعالى ولا يعوده حفظه وهو العلي العظيم وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فهذا ما جعلت في داري فقال للسكفاني ذلك والحمد لله رب العالمين رضي الله عن أهل البدر رضي الله عني شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عني شهدائي رضي الله عن أهل البدر
رضي الله عني شهدائي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضا ربي يا أن سعادتنا الكبرى من شهداء أرض بدر الدرم لي صرا هم جند فضل وبايا ثاني ومكرمتي هم شيد ملة المختار من مولارا شموس دين الهدى بدور ملتنا يا حبذا القوم شجاع القلب في حرب و معركة فهود حتف على الكفار والأمراء دانت لديهم ريقا بالكفر والتعربات لسولة منهم الأبطال والبصرى بس العونين وبس بدر وبس الأحد أنواع تهذيبهم والعطفى كيف جرى مولاي صلي وسلم داري من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم صلح نين وبسل بدر وبسل أحدا أنباء تعذيبهم والهتفى كيف جرى هم الرجال بلا هم الجبال بلا كالدهر في همتي بل صادات كبرى اكرم بهم فتية تمت فلائلهم وأما أعلاهم للخلق دون ميرا فنسعى لله خلاق الأنعام بهم وسيد المصطفى أن يكذي يلبطر مولاي صلي وسلم داهي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأي نجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سكرى لا على هذا النبي وبعد وصحابتي ما بدر ما إسرى مولاي صلي وسلم داهي من أبدا على حبيبك خير الخلق Who can they give him?
القيل رحمه الله تعالى أنه قال إن قطعت التريك بأرض الغرب في بعض سنين من سباء ضاربة ولصوص فما يخطو أحد من هذه إلا هلك ولو كان في أدد كثيرة. فبينما نحن جلوس في بعض الأيام أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء. فتلقيناه وقلنا إنا لهذا رجل لشعن عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده. فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه التريك مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباء. فقال دخلت هذه التريك بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونسره الله به. فقال له والدي أي جيش أدركت من السحابة؟ قال أدركتها أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه التريك المخوفة فما كنت أخاف لسا ولا سبعا. فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك. فقال له علم رحمك الله إني كنت كبيرا قوم اللصوص نقطع التريك ولا تمروا بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها. فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلانا تاجرا خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا. فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال. ثم أقبل علينا تاجر فقال يا أهو هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون؟ فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة. فأنت بمن بقي معك من أصحابك؟ قال وكيف فتقدرون علي ومعي أهل بدر رضي الله عنهم؟ فقلنا لا نعرف أهل بدر رضي الله عنهم. فقال الله أكبر ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها. فأخذنا رعب عند تلاوتها وأنهزمنا وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دكدكة وكعقة السلاح واستباك الرماح وقائل يقول استقبلوا أهل بدر رضي الله عنه بصبر جميل. فنظرت رجالا عي رجال كالإقبال على خيول تسبيك الريح فاحتادوا بنا. فلما عينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك فقالته إلى الله أن هذه الفعال. فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بيدة من قتل من أصحابي. ثم إني لما أردت الانصراف أنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها. فمنذ عرفتها لم أحتج إلى خفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر. وبحاجت منها التريك كما رأيتني فكل من رآني من لس أو صبئ زاد عن تريق فلله الحمد. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في خدي نفحات رب العرش حق تكثر في بوضعي
اسماء بدر تذكروا بركاتهم وأطاؤهم وسماعتهم تتراوى منعتهم تضيء الأنهار أسماؤهم كهف الورى وسلاماتهم من كل داهية ومن ما يقدر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي كم من خوارك عادت وعجائب من عندي ذكرهم تجي وتصدر فلهم كمالات العلا وكرامته وما نعيب تالله لا لا تحسر يا ذاكري أسمائهم وثنائهم فزتم بخيرات ونعم تعذر بمحمدي منجي الخلائق من جهنم في غدي يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بإلهيهم في كل شيء تغفروا يا رب يا رحماننا نتوسل بالمصطفى وبجائهم نستنصر أوزعني نشكر نعمة أنعمت أها فظلم علينا أنت رب أكبر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وابذل الوازد علما ووفقنا على أمل ولا تشغل بغيرك تهجر ادفع جميع مضرة ومغربتي وأهجى جميع مقاصدي يستحضر صلى الإله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله: إنه عُثر بنعم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا فلم نطق إعطاءه فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وأوصيناه بحفظها والتوسل بهم فأطلقه الله من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاموني فصاروا يتباعونني
وكان كل من اشتراني تصيبه فنقصت في الثمن حتى باعوني بسبعة دنانير فلما مضى على من اشتراني بذلك إلا ثلاثة أيام حتى أصيب بأعظم مصيبة فأخذ يعذبني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساحر وأنا لا أبيعك بل أتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فهشمت وجهه ومات من حينه فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب واشتهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتلي فما مضى إلا ثلاثة أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأني وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلادي فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله من نثر الذنوب والخطايا الله أناه للبدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء أهل بدر يا مرادي نسيم تهية المولى الألي ألا أسعى بطه الأبتهي خصوصا أهل بدر من كرامي خيار من ذوي الفضل الجليل هم الأبرار على مهدات نفوسهم فدوا حال النبي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فسبحان الإله وقد يراهم وأولاهم زر المجد سمي حووا إعزا وفضلا ذا كمال بصحبة خاتم رسل البهي عزوا لله عزا واتوالوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي سراتم شهداء أهل بدر أولاتم أهل إكرام حفي فكم فرجت ذي أولى تباسل بهم والفتح في حال سني بهم نرجو العليا كشف ذوري ونيل مطالب القلب شجي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صلاة الله دائمة تفوح ألا طه النبي الهاشمي وآل والصحابات ما توسل بأهل البدر ذو خوف النليل
مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی اگر بدری یا مرادی. وذكر الشيخ الداراني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن دعاء مستجاب من ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم، وقال مجرب مقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له ولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوصل بهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبي وبيت الأخنس رضي الله عنهم والرقم وانس وياس وانس وياس وانس وبين واسعد وعوس وعوس وبلال وجبير وبهاث وبسبسة والبراء رضي الله عنهم وبشير وبشير وتميم 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 وثقف وثغلبة وثابت 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 وثغلبة وثغلبة وجبر وجابر رضي الله عنهم وجبير وجابر وجبار وعارثة وعمسة وعاتب وحاتب والحسين والارث 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 والحارث والارث 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 رضي الله والارث 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 ووريث والعباب وحبيب وحرام وعمزة رضي الله عنهم عليهم رضا والعطايا ورحمة ونعم وآلاهم من الحق تسره صلاة وتسليم ونسك تهية على المصطفى المختار خير البرية وبصداتنا بخالد وخباب وخباب وخنيس وخريم وخولي وخفات وخداث وخراث وخارجة وخلاد 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 وخليد رضي الله عنهم وخالد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان وربيعة وربيع ورفاة وراف 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 ورافع وراف ورفاة 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 وراشد وربيع رضي الله عنهم وخيرة وزيد 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 وزياد 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 وزيد 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 وصائب وصارم وصبرة وسلان وصهيل وصعيبة وصعد 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 وسلمة وسلمة وسالم وصهيل 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 وصعد 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 وسيماك وسيماك وصفيان وصراكة وصراكة وسليم 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 وسنان وصفات وصفات وسلمة وشجاع وشماس وشريك وصفوان رضي الله عنهم وصهيب وصبيه وصيفين وضحاك وضحاك والامرة وطليب وطفيل 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 رضي الله عنهم عليهم ثناء والأناه وإزة ونور بألواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تهية المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا عقل وعبيدة وعمير وعمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعيال وعثمان وعقبة وعقبة وعكاشة وعامر 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 وعمار وعمر 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 وعامر وعمارة وعويم وعباد وعبيد 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 وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعاسم 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 وعوف وعمير 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 وعمارة وعبيد وعبد ربه وعبدة وعبد الله وعبد الله وعمر 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 وعامر 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 وعائد وعاسم وعصمة وعصيمة وعبس وعباد وعبادة وعبد الله 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 وعتبان وعتبة 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 وعقبة وعقبة واللجلان وعدي وعدية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتهفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تهية على المصطفى المختار خير البرية. وبساعة
سادات إلى غنى من الفاكه وفروتا وقدامة وقطاطة وقطبة وقيس 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 وكعب وكعب ولبدة ومهجي ومالك ومالك وبدلاج ومرثد والمقداد ومسطه ومسعود وحرز ومعتب ومعن ومعمر ومعتب ومسعود ومبشر ومحمد والمنذر والمنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومسعود ومعبد ومعبد ومعاد 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 ومالك 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 ومسعود 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 المجذر ومعبد ومعبد ومعقل والمنذر ومحرر ومليل ونظر والنعمان 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 ونعيمان ونوفل رضي الله عنهم عليهم تهيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تهف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسادتنا واقد ووهب ووهب ووديعة وودقة وهانين وهبيل وهلال ويزيد 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 وابي سنان وابي مرثد وابي مخشي وابي كبشة وابي سلمة وابي صبرة وابي حذيفة وابي عقيل وابي الهيثم وابي مليل وابي لبابة وابي حنة وابي حبة وابي ضياه وابي الشيخ وابي دجانة وابي طلحة وابي العبر وابي حبيب وابي قيس وابي أيوم وابي خلاد وابي خارجة وابي سرمة وابي خزيمة وابي قطادة وابي داود وابي سليت وابي حسن وابي النصر وابي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أن ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا وأهلنا من جميع البلايا والأداء والشرور وأن تورثنا وإياهم بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عنا بالبادرين رضي الله عنا للبادرين رضي الله عن شهداء رضي الله عنا للبادرين رضي الله عن شهداء سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد الغذاء والدوم بأهل البدر يا الله إلهي نفس القربى
عن العاصين والعتبى وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من إمية حصلت وكم من ذلة فسدت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم آخيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لك ضاقت على القلب جميع الأرض مرحبي فأنت من البلا الصعب بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فبصر منحة العيد بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والحيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة أنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو أطف وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البري بلا حد ولا أسري دواء سادتي أولي وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم الرحم الرحيم يا الله ينجل صدسني قبولاكنا يا الله ينجل بدر شهداك لبير الأورد مولود چلی اللہ نی قبولاکنے اللہ اللہ ہوئے اللہ نرکو ننگل ای پریواری نی سلامت لکنے اللہ ننگل نرتن مون دیوست ای فنکشن ای یور پردیوال سو وند ویجیت نیتکنے اللہ ای صدس لیک پالرم سمباون نلگی ورنگ اللہ اللہ ہوئے اریم ارچیم مٹ پنج ساریم پالدن نلگی سہائی چورنگ اللہ اللہ ہوئے اویروڑک دعا چیمن ننگل ایٹی ٹنگ اللہ اللہ ہوئے اویرن ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് സഹായിച്ചത് ആ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ല കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല മക്കളെ നീ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സ്പർദ്ധാർത്ഥികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ എത്തി നല്ല റാഹത്തോടെ മടങ്ങി പോകുന്നൊരു സംവിധാനം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ മുത്തനബിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹുബ്ബിനെ ഏറ്റിയേറ്റി തരണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മരണശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാകണേ അല്ലാ റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ അല്ലാഹുമ്മ ലാ തറുദ്ദന ഐദിയന ഖായിബീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഹേ ഹേ ഹേ